لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. تعرض الإعلامي العراقي علي عزابة لوعكة صحية شديدة بسبب الصدمة التي تلقاها بعد وفاة الطفلة اليتيمة فرح مجيد سالم التي كان قد استضافها قبل أن تفارق الحياة بأيام قليلة عبر برنامجه التلفزيوني من الواقع عبر قناة دجلة. وعلق عزاب بعد وفاة فرح: نظري إلى وجهها كان نعيم، وفراقها والله إنه العظيم. كما خيمت أجواء الحزن على منصات التواصل الاجتماعي بعد الخبر، فيما وجه الجمهور الدعوات بالشفاء العاجل للإعلام العراقي. وكانت وسائل إعلام عراقية قد أعلنت وفاة الطفلة فرح يوم 7 يونيو التي ظهرت في الآونة الأخيرة كضيفة في حلقة مع الإعلامي علي عزاب، مشيرة إلى أن سبب وفاتها هو تأثرها بالحادث الذي تعرضت له أثناء تواجدها في بيت عمها حينما سقط السياج الحديدي عليها، موضحة أنها توفيت في المستشفى. وكانت قصة الطفلة فرح البالغة من العمر 8 سنوات قد أثارت ضجة واسعة في الشارع العراقي، حيث تخلت عنها عائلتها بعدما استشهد والديها، فانتقلت للعيش في بيت جدتها وعمها، لكنهم لم يحسنوا التعامل معها وأبقوها في الشارع وفق المغردين. وذكرت فتاة عراقية أن الطفلة فرح بعد وفاة والديها عاشت عند جدتها وعمها، لكنهم كانوا يكرهوها. اتصلوا بالصحفي علي عزاب طلبوا منه الحضور لأخذها، لكن بعد ما سمعتهم صارت بالحضيض رجعوها. كما لم يستبعد العديد من المغردين العراقيين بعد وفاة الطفلة فرح احتمالية قتلها على يد عمها وجدتها، مستذكرين بعضا من حديثها أثناء الحلقة التلفزيونية، حيث بكت بشدة من الطريقة التي يتم التعامل بها معها بعد رحيل أفراد أسرتها. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.